هنا كندخلوا هنا في المحكمة الرومانية. كما قلت في عهد الملك باتليموس في 40 ميلادية تم الاغتيال ديالو في مدينة ليون بفرنسا. فكاليغولا من أشهر طاغية في التاريخ الإنساني بوحشيته وساديته وجنونه أو بما يسمى بجنون العظمة. فكاليغولا احتل هذا الموقع لكن تم الاغتيال ديالو من جوج ديال الحراس. اللي غادي نشوفوا هنا القصه ديال فهاد الفضاء اللي هو المحكمه وجوج الحراس. اولا هناك حارس لقد استهزأ به فقال له انت تشبه المرأة. ثم الحارس الثاني الذي اغتصب زوجته فدبر هذان الحارسان دبر مكيده لاغتيال كاليغولا واللي طعنوه ب 30 طعنه بالموس في القصر ديالو. نعم اذا فاحنا نتواجد هناك اللي كتسمى لو بازيليك اي المحكمه اللي تبنات في عهد الامبراطور كاراكالا. وكاراكالا القوس ديال هذا كيتسمى قوس كاراكالا، اي ان كاليغولا فهو العم ديال نيرون الذي احرق روما. ثم هناك الساحه العموميه، هاد الساحه العموميه هنا كتدير هنا كانوا هنا عروض مسرحيه وعروض موسيقيه، وهذه المحكمه اللي كتثبت في المشاكل ديال المواطنين. ثم هناك سور، واحد السور دفاعي اللي فهد الامبراطور مارك اوريل اي ما بين 169 ميلاديه و 168 ميلاديه، عنده 8 ديال الابواب. واللي كنشوفوا هنا اللي قربتوا معايا هنا كنشوفوا واحد الباب هاه راه في الجهه الشماليه، وهذاك الباب كان كيتسمى باب طنجه. وعلاش سميناه باب طنجه؟ لان شفت هذا الشارع ديال ديكيومانيوس ماكسيموس وهذا الشارع وهذاك باب طنجه لانه يطل على مدينه طنجه. اذا غنشوفوا لهيه كاين واحد القصر اللي هو صغير ديال القصر في عهد كورديانوس الثالث اي الامبراطور كورديانوس الثالث، وهذا كورديانوس الثالث هو اللي بنى ديك القصر اللي لهيه. اذا غادي نلتحقوا بالاخوان نشوفوا واش غايديروا وشكرا.